السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم نبدأها من جو روحاني آخر هنا من داخل مسجد الإمام الشافعي رحمه الله، أقدم المساجد التاريخية هنا في مدينة جدة. نبدأ معكم أسئلة جديدة ومتنوعة لحلقة هذا اليوم من برنامج الميدان، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. قال تعالى: وكأسا دهاقا. ما الكأس الدهاق؟ سؤال ديني يا أصحاب مارب، كيف أحوالكم؟ الحمد لله نحمد الله. سؤال ديني عشان توصلوا إلى 30,000. سؤال ديني يقول: قال تعالى وكأسا دهاقا، ما الكأس الدهاق؟ هذا شوفوا بسيط جدا، كلمة واحدة تعني الكأس الدهاقا. مشي كأسا دهاقا. أيوة اقرا الايات بس لازم اقل حاجه الكلمات البسيطه نفهم معانيها. الدهاق الذي لا لغو فيه ولا تكذيب. ايش هو؟ لا لغو فيه ولا يذهب العقل. ايش هذا؟ الدهاق. ما الكأس الدهاق؟ الكأس الممتلئ. ما شاء الله، يعني درست قران ولا ها؟ ان شاء الله. ولا معلمه ولا استاذه ولا؟ الحمد لله الكل. حافظه؟ ما شاء الله حافظه. الكأس الدهاقة إيش هي؟ الكأس الممتلئ. الكأس الممتلئة. قال تعالى إيش هذه من سورة وكأس دهاقة؟ سورة النبأ. سورة النبأ. وكأسا دهاقة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وإجابة صحيحة، الكأس الدهاقة هي الممتلئة. وإجابة صحيحة مبدئيا هنا 20,000 ريال من الشركة العربية اليمين اسمت راعي برنامج الميدان. وألف مبروك للأخت من؟ فاطمة محسن الفقيه. فاطمة محسن الفقيه من مارب؟ ولا في مارب؟ يعني النازح إلا مارب. في مارب هنا، هذه 20,000 ريال مبروك على اسمع لها تعيه تستاهل شوي. 20,000 ريال. طيب الأستاذة فاطمة. فاطمة ركزي معانا، الجزء الثاني من السؤال في القرآن، ما الآية التي بدأ بها الجزء العاشر من القرآن الكريم؟ اليوم في اليوم العاشر من رمضان، لو ركزتي في السور بتعرفي. سورة التوبة. في سورة التوبة. في سورة التوبة ولا قبلها؟ أنا أقرب لك قبلها. الأنفال. إيش هي الآية؟ الأنفال صحيح، إيش الآية؟ وطبعا ما أذكرها. ركزي بتجيبيها. الأنفال إيش بداية الجزء هناك في الصفحة؟ يسألونك عن الأنفال، يعني بداية. هذه بداية السورة. في حد عنده من إذا ما عندك نحول، ومن تجيب نعطيها العشرة. عندك بتركزي؟ آية بسيطة جدا. في مارب للأسف حتى جوجل لم يسعفهم، وحتى الآن لم نحصل على إجابة. نذهب إلى منطقة أخرى أو مكان آخر للحصول على هذه الإجابة. مبروك للأخت فاطمة من؟ الفقيه، محسن الفقيه. فاطمة الفقيه، أيضا هذه الهدية من الشركة العربية اليمين اسمات راعي برنامج الميدان. اسمع لتعالي كل عام وتخير وطيبة إن شاء الله. الجزء العاشر بدأ بآية، ما هذه الآية؟ تعالوا كيف الحال؟ سؤال بسيط، من يجيب نعطي له هذه 10,000. سؤال هذا بسيط، ما الآية التي بدأ بها، نحن الآن في اليوم العاشر من رمضان، ما الآية التي بدأ بها الجزء العاشر من القرآن الكريم؟ الجزء العاشر بدأ بآية، إيش هي الآية هذه؟ إيش هي؟ الجزء العاشر آية الكرسي. لا، حد عندكم حافظ يحفظ قرآن؟ تعال يا أستاذ، تعال. كيف حالك؟ الحمد لله. سؤال بسيط، من يحفظ القرآن بيجيب عليه ببساطة، وهذا يعتبر سؤال هدية لأهل القرآن وفي القرآن. ما الآية التي بدأ بها الجزء العاشر في القرآن الكريم؟ إيش هو الجزء العاشر؟ في سورة التوبة. لا قبله. الأنفال. الأنفال. الأنفال صحيح، بس إيش الآية؟ تجيب لي الآية التي بدأ بها الجزء. آية معروفة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله ولرسوله لذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر. أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. هذه الآية. هذه الآية صحيحة، شوية طويلة بس بدايتها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله وللرسول خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ممتاز. في هذه هي نفس الآية بس آية طويلة شوي، وهي الآية 41 من سورة الأنفال، وتقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هي
البعض يسميها آية الخمس، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. جواب صحيح من الأخ من؟ عبد الله محمد المقدي. عبد الله محمد المقدي من نفس الديس الشرقية. من نفس الديس الشرقية. من نفس الديس. والجزء الثاني هنا يكتمل، أو الجزء العاشر هنا، الجزء الثاني من السؤال 10,000 ريال من الشركة العربية اليمنية لإسمنت راعي برنامج الميدان للأستاذ. استاهل، كل عام وانتم بخير، أعطوا له تحية، استاهل. باقي لك هذه الهدية من إسمنت حضرموت الشركة العربية اليمنية إسمنت، يستاهل، وألف مبروك رمضان. سؤالنا للموسوعة الشعبية لحلقة هذا اليوم: ما السهم والكبش في البناء عند أهل حضرموت؟ في شبوة، كيف حالكم؟ حياك الله. معنا سؤال شعبي، سؤال شعبي يقول: ما السهم والكبش في البناء في حضرموت؟ السهم؟ السهم والكبش. حيا أصحاب مارب، كيف حالكم؟ حيا. من مارب ولا محافظة ثانية؟ أنا ممتاز. تعد؟ حديدة. حديدة. سؤال في مجال، في المجال الشعبي: ما الكبش أو ما السهم والكبش عند أهل حضرموت في البناء؟ الكبش. السهم والكبش في البناء عند أهل حضرموت. السهم. في البناء هناك طبعاً مكونات. السهم اسمه الأساس. كيف الأساس؟ السهم والكبش. القواعد. ايش هذه يسمون القواعد؟ القواعد هذه الميده، يسمون الميده. ايش يسمونها؟ منزله. ليش؟ منزله. ايش السهم والكبش في البناء؟ السهم الاساس. لا، ايش السهم وش الكبش يا اصحاب؟ هو حق المبنى. ايش الكبش؟ اللي يطرحوه على الطوي او على اللي يوضع تحت الركبه. ايوه. تعال، هذا 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 يبدا. تعال انت، تعال. لا هذا بعيد، لكن انت قرب. تعال قرب شويه. ما ادري انت بشبوة ولا من حضرموت؟ من حضرموت. حضرموت بس هنا في شبوة. تعال شويه، تعال قرب. في شبوة. السهم والكبش في البناء ايش هو؟ الكبش اللي يوضع تحت الركبه. تحت الركبه. الركبه هذه اللي تطلع العمود في نص الغرفه. ايوه. يوضع فوقها مربع كبش. هذا اخر شيء. ايوه. ايش عباره عن ايش؟ حجرة. حجرة. إيش شكلها؟ شكلها مربع. مربعة. هي الكبش عبارة عن حجرة مربعة الشكل آخر الركبة. والسهم. السهم ذا بسيط. الحبل. 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 مش الحبل. أو إنه القوس هذا اللي فوق ال. القوس. لا لا، السهم. السهم مش عارف. مرتبط بالكبش. الركيزة نفسها. الركبة هي نفسها. الركيزة نفسها. الركبة نفسها. أيوة. الركبة نفسها. نفس الركبة. أنا سمعت منه إجابة صحيحة. الكبش أولاً، السهم هو الركبة أو الركيزة أو العمود. العمود نفسه في الغرفة، في الغرفة يكون. والكبش. والمربع. عبارة عن حجرة، حجرة مربعة الشكل توضع نهاية السهم. قبل القاسم. إجابة صحيحة هنا في شبوة، ولكنه كان من حضرموت. من حضرموت. حياك الله. شغل، دراسة، إقامة. دراسة. دراسة. دراسة هنا. وعشرة ألف ريال إجابة صحيحة في هذا السؤال الشعبي هنا. 10,000 من الشركة العربية اليمنية إسمنت. نؤدي له وبعدين. مبروك عليك، مبروك أولا. وأيضا هذه هدية رمضانية من إسمنت العربية والشركة العربية اليمنية إسمنت. مبروك عليك، كل عام وانتم بخير وانتم طيبين إن شاء الله. أسئلة شعبية. عمال ولا شنو؟ عمال. أيوه. طيب، معانا سؤال في إطار عملكم، سؤال شعبي يقول: ما السهم والكبش في البناء عند أهل حضرموت وأنتم من حضرموت؟ السهم يكون اللي هو العمود.
الكبش فوق العمود يكون. ايش شكله الكبش يكون؟ الكبش شكله يعني تقطعات كذا على خصر. يعني ذوق سموه الاوليين اجدادنا كبش. يعني هذا ايش؟ يعني هذا يختمون به السهم يكون فوق السهم غالب. ايوه يختمون به لان السهم يوم يطلع هذا كما تقول كما عمامه فوقه. يعني لك ارتباط بالبناء ولا معلم؟ لي ارتباط معلم. معلم. اجابه صحيحه هنا للسهم والكبش في البناء او في البناء. هذا طبعا في حضرموت غالبا، في مناطق ثانيه ممكن ما يستخدموا هذا المصطلح. من وين انت في حضرموت؟ من سيون. اصحاب سيون عندكم نفس هذا المصطلح؟ عندنا يعني النمط هو طلع من سيون وتريم تقريبا. من بين سيون وتريم. هذه المنطقتين. اجابه صحيحه هنا من المكلا، ولكن في من سيون انت؟ ايوه بس في المكلا. في المكلا شغل؟ شغل سهم مكبش. سهم مكبش. اجابه صحيحه لهذا السؤال هنا، واجابه ثانيه للسؤال الشعبي، و10,000 ريال هنا لهذا السؤال الشعبي من الشركه العربيه اليمنية للإسمنت للأخ من اسمه فهمي يسلم كرامة بريك. فهمي بريك أيوه المعلم ولا المعلم؟ المعلم فهمي بريك هنا في المكلا، ولكنه من سيئون. إجابة صحيحة تستاهل، وأيضا هذه هدية لكم رمضانية من الشركة العربية اليمنية للإسمنت. إسمنت حضرموت كل عام وانتم بخير، رمضان كريم إن شاء الله. إن شاء الله وعلى اليمين إن شاء الله. السهم والكبش عند اصحاب الداخل. الكبش الطرق يعني الطرق الهبل. ليش؟ الطرق يعني يطرقوا يعني حاجه في البناء، في الطراز البنائي، البناء المعمار. ليش؟ الساريه. الساريه تسمى السهم. 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 وش الكبش؟ سقف ولا الصبه؟ الصبه وين تكون؟ فوق التساره. فوق التساره. فوق التساره. فوق الساريه. ايش يكون شكلها؟ يكون مربع. مربع. ايوه. السهم هو الساريه، تسمونها الساريه؟ ساريه او العمود او السوائل يسمونها؟ ساريه. نحن نسميها السهم. السهم في البناء عند اصحاب الداخل هو العمود. العمود هو الساريه. او الساريه. والكبش هو اللي فوق. مربع. 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 يكون مربع. فوق السهم عباره عن حجره مربعه الشكل توضع فوق الساريه. الساريه. جواب صحيح لهذا السؤال، و10,000 ريال من الشركه العربيه اليمنية للإسمنت. راعي برنامج الميدان الاخ من اسمك؟ احمد حاج حقص. احمد حاج حقص. احمد حاج حقص. احمد حاج حقص من المقد. من المقد. من المقد. من المقد. احمد حاج حقص و10,000 ريال يستاهل، اعطوا له تحيه. باقي لك ايضا هذه الهديه، هدية أيضا رمضانية لك من راعي البرنامج، تستاهل. الشركة العربية اليمنية للإسمنت وإسمنت حضرموت كل عام وأنتم بخير وأنتم طيب. حياك حياك الله. حول العالم اليوم وحول الشعر، من هو واضع بحور الشعر؟ هنا ايضا على مفرق منطقه رضاوح. هذه صح؟ صح. انت من رضاوح ولا من وين؟ من رضاوح. رضاوح تبع رخية. صح. وين دحين سارحين؟ سارحين المدرسه. وين مدرستكم؟ بعيده يعني في صنع. صنع يعني العاصمه. كم المسافه الى سبعة كيلو. سبعة كيلو المسافة من مفرق من رضاوح إلى صنعاء. صنعاء يعني في قلب أو عاصمة منطقة رخي. سؤال معانا لكم يقول، من هو واضع بحور الشعر؟ في واحد يعني وضع للشعر بحور، ما كان للشعر بحور وأوزان مرتبة، كان يعني كان العرب يقولون الشعر تلقائيا، لكن هذا جاء وضع وزنيات وبحور للشعر. من هو هذا؟ خيارات بسيط. هنا اليوم في منطقة الشعبة في عمد
حيال أصحاب عمي. لا لا لا. أصحاب الشعبة. الله يحييكم. سؤال في مجال الأدب الشعري، من هو واضع بحور الشعر؟ واحد وضع للشعر بحور، وهذا سؤال ممكن تصعد إلى 60,000. من هو هذا؟ واحد معروف، هذا وضع للشعر بحور. من اللي وضع بحور علم الشعر؟ من هو واضع بحور الشعر؟ بحور الشعر هذه من واضعها وتصعد معنا إلى 60,000؟ أنا حق بحر بنعرف نحن صيادين. قصدك بحر؟ بحر السمك. لا هذا بحر الشعر. لا لا. من اللي وضع بحور الشعر؟ احمد شوقي. احمد احمد شوقي. احمد احمد شوقي. الا لا لا أحمد. ايوه سؤال عندي. من هو واضع بحور الشعر؟ الفراهيدي. من هو خليل الفراهيدي؟ الخليل بن احمد الفراهيدي. طبعا جواب صحيح. ركز معانا، اعطوني التحيه، يستاهل. ركز معانا بس، ركز معنا، هذا سؤال ممكن تصعد الى 60,000. ركز. واضع بحور الشعر من هو؟ خليل الفراهيدي. الخليل الفراهيدي او الخليل ابن احمد الفراهيدي. جواب صحيح من الاخ هاني سعيد. هاني سعيد. سعد الله. سعد الله شاعر ولا؟ لا لا ما شاعر. كيف تعرف الشعر؟ لا لا معني معلومات شقرين. معلومات. هو الخليل ابن احمد الفراهيدي وضع بحور الشعر عندما تلج العرب مع الاعاجم واختلطت اللغه العربيه وما كان للشعر قيمه او وزن، فوضع بحور وزنيه للشعر. جواب صحيح، تصعد معنا الى 60 اذا ركزت. من الان هاني. هاني سعد الله. هاني سعد الله من الشعر نفسه. من الشعر نفسه. من الشعر سعاد. والمبلغ مبدئيا 10,000 ريال من الشركه العربيه اليمين اسمها تسمع له تحيه. يستاهل. هاني سعد الله. هاني سعد الله. ركزوا معنا بس والحماء الشديد. معك طبعا 200 ثانيه ومعك 4 اسئله تصاعديه، القادم عليه 5,000 واللي بعده 10 واللي بعده 15 واللي بعده 20. معك وسائل المساعدة، إما مستشار الميدان هذا بيوضح لك إذا طلبته، أو معانا الجمهور تحول لهم، جمهور طيب تحول لهم بس الجائزة له، أو معك تحذف الجواب والسؤال تنتقل لسؤال بعده عشان الوقت ال 200 ثانية بس يا هاني. أو نحذف السؤال. تحذف السؤال وجائزته وينتقل. على بركة الله نبدأ الآن في العد يا هاني سعد الله. والسؤال بدأنا العد 200 ثانية، والسؤال التصاعدي الثاني يقول: من هو الملك الظليل من الشعراء؟ واضح جدا. ملك الظليل. الملك الظليل احد الشعراء لقب بانه الملك الظليل. بسرعه عادي. جمهور. ما ادري بسرعه. عندك استشار. اختر الجمهور معني كيف لو اختر الجمهور؟ هذه عادي، هي خيارات. الجمهور بتصير او المستشار او تحول. شوف اذا حولت او احد اخطا يروح عليك كامل تنتهي من شو. المستشار. المستشار بسرعه. مستشار الميدان يوضح لك. هذا أحد الشعراء المشهورين، يقال أنه مر من دوعن أو الهجرين بالتأكيد. واضح جدا. اسمه مشتق من كلمتين. واضح جدا. واضح جدا. أحد شعراء مروا من دوعن. واضح. واضح جدا. بسرعة. امرؤ القيس. امرؤ القيس. ثبت عليها. خلاص يلا بسرعة. ثبت. امرؤ القيس. ثبت. قال امرؤ القيس والجواب صحيح. 5,000 اضافيه لهاني سعد الله. يستاهل. المبلغ الان كم؟ 15. السؤال التصاعدي الثاني والحماس الشديد. نشوف كم عدد المعلقات السبع. سهل جدا. المعلقات السبع كم عددها؟ سبع معلقاتي عند العرب. كم عددها؟ سبع معلقات. سبع. ثبت عليها. ثبت. خلاص سبع معلقات. والجواب صحيح. وعشرة ألف إضافية لهاني. والمبلغ كم؟ 25,000 ريال إضافية لهاني، ويكون الرصيد الآن 25,000 ريال. يستاهل هاني. ركز معانا. السؤال التصاعدي الرابع قبل الأخير. ركز. المعلقة الشهيرة التي تبدأ بالبيت الشعري: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ لمن من الشعراء؟ مشهورة وسهلة جدا. تنبي. عنترة. ثبت عليها ولا لا؟ عنترة. ثبت. عنترة. ثبت. خلاص. عنترة بن شداد. ثبت. ثبت. قال عنترة بن شداد والجواب صحيح. و15,000. ساعدنا.
15,000 ريال يستاهل. هاني سعد الله ركز بس معانا. السؤال الأخير أتمنى أن يجيب عليه هنا في الشحر، وقيمته 20,000 ويكون الرصيد 60,000 ريال. والسؤال يقول: ما هي أطول قصيدة ملحمية في العالم؟ إيش اسمها؟ بسرعة الوقت باقي كم يا شعر؟ شعرها من ليست عربية على فكرة. مش عربية بسرعة. لها اسم برضه طويل شوي. فرنسية قصدك كيف؟ الدول الأوروبية فرنسية قصدك ولا شيء؟ عالمية. ما أدري، ما أقدر أوضح. باقي 20 ثانية، ما فيها خيارات. ما اسم أطول قصيدة؟ إذا ما تجوب أو الوقت ينتهي أو تحول للجمهور. إيش اسمها؟ جمهور. بسرعة، في حد عنده جواب؟ عندك جواب؟ سهل جدا. أطول قصيدة. أطول قصيدة في العالم. أيوة. إيش اسمها؟ للأسف انتهى الوقت الآن يا هاني سعد الله. شكسبير. للأسف انتهى الوقت وما جواب، والقيمة 20,000 طاحت، ولكن الجواب الصحيح اسمها المهاب هارتا. صعبة. لكن نتوقف طبعاً. الهندي ده. لها أصول شرق أو آسيا. الجواب طبعاً الإجمالي هنا المبلغ كم إجمالي؟ 40,000 ريال لهاني سعد الله في الشحر، ومن عند سدة الخور الشهيرة هنا يتوقف رصيده عند كم؟ 40,000 ريال، والهدية أيضاً من الشركة العربية اللي مستاهل في العام بخير. ميدان طفولي جديد ومتنوع ومواهب أخرى. اليوم في مارب بالتحديد موهبة إبداعية وطفلة ناشئة وواعدة، هي الأولى في لعبة التزلج هنا في التزلج الأرضي، وطبعا حاصلة على مجموعة إشادات من مختلف الزائرين وأيضا المدربين، وهي حتى الآن تكاد تكون أفضل طفلة تزاول هذا النشاط. إيمان الوصابي صح؟ أيوة. كامل الاسم من؟ إيمان عبد الباسط مهدي أحمد مهدي الوصابي. من دمار؟ من دمار. في وين أنت الحين؟ في مارب؟ أيوة. أحسن مارب ولا دمار؟ أنا دمار. قبل ما نخوض نشوف هذه اللقطات السريعة لإيمان والتزلج الأرضي. شاهدتم وطبعا حاولنا أن نقوم بمثل ما قامت به للمشاهد والزائر، يعني يشوف أن العملية بسيطة جدا وتلقائية وسلسة. طبعا صعوبة جدا في عملية التوازن، في عملية السير، في عملية الحركة. إيمان كيف بديتي؟ كيف تتوازني؟ كيف تلعبي هذه اللعبة؟ يعني أوازن نفسي وأوازن رجلي، ما أقدرش أتهزهز. أنا أتهزهز؟ أنا ما عرفت، كل ما جيت أطيح على الأرض. ليش ما عرفت؟ توازع رجلك وتفلس. كيف؟ هكذا توازع انت وانا اوازع كذا. طيب انت الان علمينا كيف الان، لما كيف اسوي؟ انت كيف الان تسوي؟
طيب ما تطيحي على الأرض؟ لا. الآن في إيش من صف تدرسي؟ تمهيدي. كم تمهيدي؟ تمهيدي 2. طيب يعني كم لك سنة وأنت تتعلمي وأنت في مستوى كم بدأت تتعلمين تزلج؟ كل يوم أجي الحديقة لما تعلمت. واحد ثاني طاح خلفنا وطبعا كثير يطيحوا هنا، هذا صقر؟ نعم. ليش؟ ما يوازن لجنة. طيب من اللي علمك التوازن؟ طبعا الآن ترجع للخلف شوي بحكم الزلاجة، من اللي علمك هذه اللعبة وهذه الفكرة؟ أسامة. المدرب أسامة. طيب أول ما علمك كيف طحتي أنت مثلي ولا ما طحتي؟ إلا كل يوم كنت أطيح، بعدين هو قال لي أجربها وأنا جربتها وعرفت. بس قال إنك بكيتي أول ما تعلمتي وطحتي؟ لا بكيتي. طيب إيش يقول الأبوك وأمك إيش يقول لما يقولوا شاطرة. شاطرة؟ طيب الآن خلاص تتزلي ما تسقطي أبدا؟ لا. إيمان إذا كبرت عادك بتتزلجي؟ لا. ليه؟ ما يعجبني. إيمان هذا طاح وهذا طاح، أنت طحت قبل صح؟ كلهم طاحوا، كيف علميهم؟ إيش تقولي لهم؟ هذول بيتعلموا مثلك، إيش بتقولي لهم؟ بقول لهم أصلاً أبو أربع حتى أنا قريبة ما تخليش الواحد يمشي، أبو سيف هي أول واحد يجلس يتعلم بهذا بعدين يرجع أبو سيف. طيب بترجم لكم شوي اللهجة السريعة. هي تقول هذيلو الآن يعني يلبسوا أبو أربع، بس هذه أبو أربع سهلة، إيش سهلة؟ هذه ولا هذه؟ هذه سهلة. هذه سهلة هذه، بس ويطيحوا عليها، ليش يطيحوا؟ ليش؟ لأني واحد يمسكنا ويضربنا. وأنتِ؟ أنا ما حد يمسكني، أنا ما أتدربش. كنا نجي للحديقة عشان تلعب، بعدين شافت التزلج حبته، قالت تبغى تتزلج. بدأ يخليها المدرب تلعب بأبو أربعة، بعدين شاف إن عندها استطاعة بدأ يعلمها وما شاء الله عليها، واشترينا لها زلاقة وبقت كل يوم تجي. أنظر لإيمان نظرة تفاؤل، نظرة أمل وطموح. البنت عندها اندفاع، عندها هواية لأكثر من يعني متعددة الهوايات، تحب الشعر، تحب السباحة أيضا وتجيد السباحة، تجيد التزلج، عندها أيضا حب للإطلاع، دائما كثيرة الأسئلة، كثيرة التساؤل عن أي حدث، عن أي شيء. كان بدايتها صعبة وقوي، وكانت الطفلة هي متحمسة جدا، وتعلمنا يعني حبة حبة، يعني جلسنا حوالي كم أسبوع، آخر أسبوع ونص لما اتقنت اللعبة، كانت الطفلة يعني طبعا متحمسة جدا جدا، ذلك تعلمتها بسرعة. إيمان مبدعة أيضا في مجال التزلج، وأيضا مبدعة في مجال الشعر، تقول الشعر، إيش من شعر تحفظينه؟ أحفظ القبيل حب الفعل حق اليمن، واحفظ حق انا في السماء مكانت، واحفظ حق الام. كثيره هذه قصائد، جيبي لي حق اليمن. بالقلب الحب الفعال يهوي الطبيعه والجمال، هذه بلادي لا تزال سحر يفوق به الخيال، خيراتها تزهي الجبال وبها سنحيا لا محال، انها سعيده بالعطاء وشموخنا صوب السماء. وحق الام؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرونا بأنفاسي، ولا تذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي وبين وسواسي. والثالثة؟ أنا في السماء مكانتي، أنا أنتمي لأغلى وطن، أنا ما عرفت مدلة، أنا عاليا طول الزمن. اسمع لها تحية تستاهل إيمان، نعطي لها أيضا هذه الميدالية ووسام التميز من برنامج الميدان وقناة حضرموت. مبروك عليك، كل عام وانت بخير وانت طيبة، تستاهل أيضا هذه الميدالية، هذا التكريم من قناة حضرموت، مبروك عليك، وأيضا هذا المبلغ المالي من الشركة العربية اليمنية اسمها تراعي برنامج الميدان. مبروك عليك، كل عام وانت بخير وانت طيبة، اسمع لها تحية تستاهل.
ميدان مغامرة جديد اليوم هنا من على الشطآن، ومغامرة جديدة طبعا تحملها هذه الرسالة وفي طياتها. وقبل التعرف على طريقة هذه المغامرة، معنا طبعا فريق من حجم كبير يرأسهم ويقودهم أبو سعيد. أبو سعيد نعم. أبو سعيد، هذه الرسالة طبعا للأخ أبو سعيد، تقرأ الرسالة وتشوف إيش فيها. قبل ذلك نتعرف على أسماء الفريق المغامر هذا اليوم، وهو فريق أزرق على البحر الأزرق هنا والشطآن. أسماء الفريق ثم التعرف على المغامرة من خلال الرسالة وما المطلوب منكم. نبدأ بالتعريف بالفريق الأول. عمر أحمد سعيد بمسطول بين قوسين العوش. إبراهيم فرج بالفجر الملقب الليبي. بروكس عيسى بتوفيق الملقب الجرد. أيمن عمر بزامح الملقب بوليفي. تعرفنا على أسماء الفريق المغامرة وهو فريق أزرق، الآن نتعرف على مراحل المغامرة وما المطلوب منهم مع قائد الفريق أبو سعيد. إيش مكتوب في الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الأولى قم بجمع المبالغ من الأكياس الحصول على 30,000 ريال. واضح واضح واضح. إذن المرحلة الأولى هنا مطلوب منهم مثل ما جاء في رسالة الميدان الجمع مبالغ. طبعا الأكياس هذه عندنا أكياس خضراء في هذه الأكوام، واضحة أكياس خضراء بها طبعا مبالغ مالية، القيمة الإجمالية لها 30,000 ريال للمرحلة الأولى. ما يتم جمعه يعطى لهم من المبالغ النقدية، واضحة تقريبا اللعبة. الطريقة طبعا كالتالي، ينطلق على كل متسابقين، على كل 2 من المتسابقين ينطلقون كل واحد أمامه صف فيه 7 أو أحيان 8 من أو 8 من الأكياس بداخلها مبلغ مالي وسط الماء. المطلوب إخراج المبلغ المالي بالفم مع يد واحدة، واضحة؟ يلا العوش والليبي، 1 2 3. انهوا الجولة، انتهت الجولة الآن. لحظة الليبي كم جمعت؟ جمعت ورق واحدة فرتناها. كيف فرت؟ ما جمعتها؟ لا لا. جيب 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 المبلغ بسرعة، المبلغ بسرعة 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 بسرعة. في مبلغ هنا ممتاز، هنا 500 وهنا 4,000 ممتاز. احنا بغى نصف الجيم. 500 و 4,000 ممتاز. كم انت معك يا؟ كلها ماشي اللي بعده. كم؟ 10,000 ولا كم؟ كلها ماشي. 500 ريال. اذا الاجمالي هنا 5,000. مساك الليبي والعوش جمع 500 و 500. طيب ما ادري من البدايه كنتم بطيئين. بطيئين، الماء يدخل في عيوننا. ما عادي ما عادي. بس اللهم بس في صبغة بس بالأولى. هم لونا. الليبي كيف كانت العملية؟ والله عملية تمت بنجاح إن شاء الله. ممتاز. الليبي أبدع صراحة وتوفق بسرعة وجمع أكبر المبالغ. إذن 1,000 هنا جمع لي 1,000 وهنا 5,000 ريال. القيمة هنا التي جمعت حتى الآن هي المبلغ هو 5,000 و1,000 ريال. كم يكون؟ 6,000 ريال. 6,000 ريال الجولة الأولى من أصل. نصل 15,000. نشوف نشوف أصحابكم البقية هل يجمعون المتبقي من 15,000 أم لا. نشوف الجولة الثانية، ما زلنا طبعا في نفس المرحلة والجمع الآن في الأكياس الموجودة. أبو سعيد جاهز؟ جاهزين إن شاء الله. ومن الأخ؟ أيمن. أبو ديبس ركزوا، أصحابكم للأسف هنا طبعا بعد الاستكشاف رموا بالمبالغ من دون ما يقصدون، في مبالغ هنا لكن مع الاستعجال ضاعت عليهم. انطلق وفتش تمام في الكيس أبو سعيد، واضح؟ عليك. يلا نقول 1. جاهزين أنتم؟ إن شاء الله جاهزين. 1 2 3.
الوقت للاسف. لا خلاص خلاص انتهى الوقت. هذه رجعها انتهى الوقت. هذا معاشي هو صفر له معي موتور ما يقولش عادي. لا رجع المبلغ. ما بريع انا خلي رجع لو بريع المبلغ صار لك واحد. لا 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 ابو سعيد المبلغ اخذته بعد الصافر. ويا اخي صفرنا معي منزلت للارض. رجع المبلغ بس. منقسم انا وياك بالنص بس. ابو سعيد كنت لحظه هذا عاد مبلغ كثير يعني حوالي 5000 خلي يطيح عليك. حرام في القاع تقول بس قول بالعدل. لانك تاخرت ابو سعيد انا قلت لك خفف في السرعه. ايوه الحين ابي اسامح بس الثاني ذاك الدروس الله يهديه. الثالث المفروض تكسره كذا. ابوه ماشي مقص معي ابوه انكسره. اسنانك ما شغال عليك. اسناني واحد قال لك بعيرنا. يعني بتطيح اصلا منها بنكسر الثاني. للاسف ابو سعيد خسر مبلغ كبير جدا 5000 ريال طاحت عليه هنا في الارض ما زالت الان موجود. ها. ما زالت موجودة لأنه تأخر. الصدقة قدامك الله هديك. الصدقة من أعطيك لكن هذه لا. تعال تفضل كم جمعت أبو سعيد؟ والله ما أنا داري الظاهر لا 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 جيب هاقي حقك عشان نشوف كم جهدك. جمع هنا 2000 ريال ممتاز. وهنا كم هذا المبلغ؟ وهنا 1500. كم عندك؟ 1500 و 2000 ريال كم؟ ما حتى حق الماء البارد اللي كبيناه 3000 دقيقة. هذه 5000 على الأرض. جيب بسرعة جيب العوش كم ال من ديبس. ديبس ممتاز جدا 3500 و 2000 ريال و 1500 وهنا المبلغ 3000 ريال. طبعا كلنا لقطهم حقي كلنا حقي لقطهم عجل هو وهنا 1000 ريال. إذا نشوف المبلغ الإجمالي بس على السريع 1000 سريع. احسب معي 3000 يعني 4000 1500 5500 7500 وهنا 1500 9000 10000 وهنا كم؟ وهنا 2000 او 3500 13500. يعني كله لفنونا ما لقيت شيء والله. هذا معك هذا انت والله انا خاف تقول لي 13000 13 باقي الخمس يرفعها الله يهديك. 13500 ريال زائدا كم يا سعيد؟ 6000 الاجمالي الان. طبعا في المرحله الاولى كم؟ 19000 ريال الاجمالي الفريق من اصل 30000 ضاعت عليهم 11000. خمسه هنا طايحه وسته هناك طايحه طاحت عليكم. طيب طلع لي يا اخي. باقي المرحله الان الثانيه من هذا السباق وهو عمليه تذويب الثلج. وماذا سيفعلون؟ هل سيعوضون ال 30000 الثانيه ام لا؟ نشوف. جمعوا 19000 ريال. مرحله ثانيه الان وهي تختلف تماما وهي نشوف الرساله ايش مكتوب فيها يا ابو سعيد. من وين وصلت الرساله هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المرحله الثانيه قم بتذويب قالب الثلج بماء البحر خلال دقيقتين الحصول على مبلغ 30000 ريال اضافيه. واضح انتم خسرتوا في الجوله الاولى شوي يعني 11000. الان بامكانهم يعوضون 30000 اضافيه. تمام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعوضها حتى اللي راحت الوليده. ايوه معاكم دقيقتين بس لكل شخص يعني مطلوب من كل واحد انه يذوب قالب الثلج خلال دقيقتين كل شخص. والشخص الثاني يا اخي شوي دقيقتين كثيره. ماء البحر مالح بيذوب بسرعه ما شاء الله مثل الأسيد حتى المغرب ما بيدو. يلا نبدأ بالأول. من الأول بيمسك الثلج العوش ويسكب عليه الليبي. واضح يلا العوش يمسك الثلج والليبي يسكب عليه يسكب. وهنا من بيمسك الثلج؟ أبو سعيد يمسك الثلج أبو ديبس. بدأوا الآن طبعا بحمل الثلج. معك دقيقتين تصبر على حمل الثلج. إذا فكيت الثلج تخسر أنت 15 وإذا فكيت الثلج 15. واصلت لمدة دقيقة. شوف لحظة المواصلة لمدة دقيقتين مع التذويب والحفاظ عليه طبعا سيحصلون على المبلغ. أهم حاجة أنك تحتضن بقى بسرعة ما تفوق. يلا نقول جاهز؟ جاهزين. يلا 1 2 3.
30 جيم عاد يقع كله تعب في تعب وراقد يعني بتضل يضحك هون بس انت استاهل والله ما استاهل استاهل ما استاهل عوضنا احنا سعيد رضي وذلبة لحظه انت واتكب عليه قبر دعي الناس كب عليه تقول قبر انت صبرت على الجم كيف فكيت القليل هذا بس تحس من يدي يا اخي متعورتنا والله جزاك الله خير خلبوا حتى مشان واحد رمضان بس قيمة المرحلة الثانية كما قلنا 30,000 ريال الفريق طبعا النصر ركزوا معي ركزوا معي في المبالغ طبعا الاثنين الاولان خسروا 15 من اصل 30 باقي لهم امل 15,000 ريال يواصلوا المرحلة عملية عكس بمكانكم تظهرون يا ابو سعيد العوش اللي ببو ديبس على 15 اذا انتم ذوبتوا الثلج تمام او ايضا حافظتوا على خلال دقيقتين تذوب او تحافظ ايضا على خلال دقيقتين تمام تمام يلا نواصل واحد واحد اثنين ثلاثة انتهى الوقت لحظه نشوف لحظه لا لا هنا طبعا لحظه ابو سعيد طلع كذا تكسر كامل خلاص داب داب لحظه حافظ عليه الثلج هنا طبعا ذاب طبعا سقطت ال يعني الوصل الصغيره هذه باعتبار ان الثلج ذاب داب وما استطاع انه يحافظ على البقيه لانه لذوبان الثلج بوديبس ممتاز واذاب الثلج مع ابو سعيد عوض خلال دقيقتين اسمع لهم تحيه ويستاهلون 7500 بينما هنا الليبي لم يستطع تذويب الثلج لكن ايضا حافظ عليه وبالتالي طبعا خسر هذه الجوله بس مشكله عادي بنتعوض ان شاء الله بنتعوض مبلغهم الجوله الاولى كان 19,000 ريال والان عثروا ايضا على 7,000 ريال و500 ريال ويكون الاجمالي 26,000 ريال و500 هذه القيمه اللي حصلتوا عليها تواصل شكرا انتهت المغامره ب 26,000 و500 ريال من أصل 60,000 ريال شكرا لكم تحملوا الكثير وعانوا لكن هذا نصيبهم هذا ما كتب لهم إذن المبلغ الآن يسلم من الشركة العربية اليمنية لإسمنت راعي برنامج الميدان وهنا 26,000 ريال و500 للفريقين أو للفريق كامل المغامر الأزرق يتسلمها أبو سعيد يستاهل كل عام أنتم بخير طيبين استمع للمتحي يستاهلون في أمان الله وحفظه اموركم طيبه عادي طيبين ان شاء الله زاهر لا لا لعب عليك والله الحمد لله ان شاء الله حياك الله الحمد لله زين العوش تمام تمام والله الليبي المغامره كيف كانت الحمد لله والله نشكر قناه حضرموت على هذا الاستضافه المغامره ان شاء الله بوديبس ايوه المغامره حلوه جدا ونشكر قناه حضرموت بكم إلى حلقة هذا اليوم من الميدان وتسوق والحساب علينا اليوم في مول جديد هنا في مجمع مول بن حترش ضمن المجمع الدولي الواقع على طريق الخشعة الذي تكون من مجموعة أماكن تسوق وأماكن تجارية نطرح هذا التساؤل للإخوة المتواجدين هنا ومن يظفر بالإجابة عن هذا السؤال سؤال اليوم يقول ركزوا ونشوف هل هم أيضا مركزين أم لا قاض عادل له كفان وليس له لسان من هو ونبحث ونشوف كيف حالك كيف حالك طيبة عساكم خير الحمد لله الله يطول عمرك ورمضان كريم ورمضان كريم وصورتي طيب معانا سؤال يا حجة أنت سؤال قاضي عادل له كفين وماشي له لسان ايش هو الميزان كيف الميزان كله ما لسان عجم ما يتكلم
طيب ايش من كفين في الميزان؟ كفين دوله ويطرحوا الحصيان فيه. يطرحوا الحصيان يعني حق الموازين هذا الثقل. لا استقى كذي قال كذا، لا قال كذا قال كذي هو كذا. طيب لحظه يا كريم خلونا نسمع. طيب له كفين وماشي له لسان. شعر عجم ما يتكلم، الميزان ما يتكلم. صح ما يتكلم؟ آه. طيب اذا الاجابه هو الميزان. الاجابه ايش رايكم صحيحه ولا غلط؟ ما تعرف الحجه صح؟ صحيحه. طيب اذا الميزان هي اجابه صحيحه، له كفان يعني كف وكف. كف كف يضعون فيه الموازين صح؟ ايوه. والكف الثاني؟ والكف الثاني حصيان. اي الحصيان هذا اللي فيه موازين، والكف الثاني فيه المواد الغذائيه. ايوه. اجابه صحيحه من الحجه ام من؟ اسمي فاطمه مبارك بن بدر. ام صالح. ام صالح مبروك عليك يا ام صالح. مبروك ان شاء الله. طيب. وعليكم وعلينا ورمضان كريم. ورمضان كريم. الله يعودها علينا في خير. طيب الحين اما نحاسب على هذا يطلع بكم نعطيك حسابه ذا ماني ابه. طيب او تختاري واحد من الموجودين. ايوه اللي في جيبه نعطيها لك كامله. انها ريال وانها عشر. ما ريال ما مليون. طيب ايش اللي واحد منهم؟ يلا اختاري واحد منهم. ماني اللي بعطي العجبة. وليش هذا ايش به ذا؟ مغروم بيضاء. وهذا؟ دحين اختاري هذا او هذا او هذا او هذا. اختاري واحد. يكفي يا ولد شوف راسي يدق. طيب خلاص اخترتي هذا؟ اختاري ذا. تعال. طيب يا ام صالح اخترتي الاخ من اسمك يا عبد الملك صالح بن حطرش. من الخشعة. من الخشعة. حي الله اصحاب الخشعة. أم صالح اختارتك طريقة البرامج المرة هذه معروفة، ثلاثة خيارات، إما نحاسب على هذه السلة طبعا سلتها لكنها ما تريدها، أو نعطيها 30 ثانية بس هي يبدو أنها ما شاء الله يعني كبيرة في السن ما تقدر تجري تجمع شيء. أها صح صح. اختارتك أنت الآن، الفلوس اللي معك كم معك ونعطيها إياها بس شوفي ترضي حتى لو كانت 10 ريال. ما أنا ما بعشرة. طيب طيب وإذا كانت اللي يطلع تمام طلع نشوف كم الفلوس كامل اللي معك نشوف. طيب نشوف احسب كم الفلوس اللي معك نشوف. ما شاء الله تتبضع من هنا. نعم. يلا نشوف طلع الفلوس معك كم نشوف. يحسب حساب. احسبها احسبها بنشوف الحساب. واحد اثنين ثلاثة. صار 20 30. ما شاء الله 30. طيب بنشلها منه لكم. بنشلها منه ليش؟ وصحابكم ليش؟ مو تبغونها كلوها ماني. اذا هنا 30,000 ريال من كانت من مع الاخ عبد الملك بن حطرش. ما شاء الله هذا هو النصيب للام صالح. والاخ هنا يتم تعويضه من اداره البرنامج مبلغ 30,000 ريال مقدم من مجمع مول بن حطرش التجاري. و30,000 ريال راعي هذه الفقرة لهذا اليوم. وألف مبروك واسمع لها تعي وتستاهل أم صالح. الختام ليس الآن ولكن استراحة وتوقف حتى نلقاكم بإذن الله تعالى مجددا غدا وفي نفس الموعد بالتحديد على شاشة حضرموت مع حلقة أخرى متجددة بفقرات متنوعة من الميدان. وهذا أطيب ختام من منطقة رخ.